لدينا فرعون أصلا. برن جمالك. ليه في واحد مثلي مثلك من الدائرة من فوق زرع شعر دغري تاني يوم طلع الجيش تلف له يمه. ليشك مش عم تاكلي يمه؟ بجيب لك همبرجر. هاد الاشياء بكفناش همك وهم اباك. يعني في المشاهدين اللي بالبيوتون عم نمرق لهم يعني بيكون مثلا بكل الاهل حاضرين فجاه بتيجي دورك بيجيبوا الولد بحطوه قدام خلصوا انت شيلوا الولد حطوا راسه على الكبير حطوا الكبير حبيتيني رح حب يكون ما حبيتيني. انا بدي اقول لك اشتروا ما شفتوا منا يا جماعه. لول الاحد بعد الاخبار على الاو تي في. من لول لليلة. لول أول برنامج للنكت بلبنان اللي فوت البسمة والفرح والمتعة على قلوب المشاهدين. لول بلش كتجربة كأول برنامج نكت وبإذن الله كل العالم لحقينه بتجارب مماثلة ولكن لول بضل المنبر الأول للقاء بضل المنبر الاول للقاء ضيوف ممتعين ولذيذين وصاروا اصدقاء للبرنامج وليقدموا احلى النكت واحلى وقت يمضوه بلبنان وببلدان الاغتراب حول العالم. خليني بلش رحب بضيوفنا اللي وعدونا بحلقه اكسترا لليله. ضحك الليل الي يا ايوب. ليك بعتقد ما في نكت في باليه اليوم. بدك لك في الممثله المهضومه بونيتا سعاده. بونيتا فيفا بونيتا. الصديق ميشيل سعد. وحبيبة قلبي أرز الشديا. شعرك مصبوغ عشقر ومنا اللي حبيك بيبوسي واللي بغديك شو ترقى روح. ما حدا بيعبي محلي؟ ما حدا بيعبي محلك هشام. بدي اتأهل فيك انه انت بتضلك وبعدك الاهضم الاسمر الاهضم. يا حياتي انت. And the number one هشام. Big hand. كمان رحب بجمهورنا، جمهورنا اليوم اكثريته من منطقة وحدة، بدنا نوجه له تحية كبيرة، تحية كبيرة لزحلة. وفد مشترك من الجامعات اللبنانية بزحلة ومن الإيزاك كمان بزحلة. يلا زحلة يا دار السلام فيكي مربع السودان عذب والله ما منام الموت بجوز البارودين. قول زحلة 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 سلام شايف العرق عاد السلام.
دقايق. خلاني زحلة عرفت عندك المي زحلة. إذا بكفي غنى بتكفي رقص؟ إذا بتكفي رقص لخليه غنى على الآخر بلا نكر. أي نوع رقص؟ يعني اللي بدك إياه، بنحكي عربي بنحكي غربي، اللي بدك إياه شو بدك؟ حسب ما بدك. تحكي لغات؟ شو؟ تحكي طيب. كل الرقص. خليني كمان رحب بمجموعة طلابية من البي أي والجامعة العربية بالدبية. كمان مجموعة طلاب من الإف إم. كمان وفد طلابي من الهيئة الطلابية بالجامعة اللبنانية كلية الآداب بالفنار. سوري هاي المجموعة وحدة يعني بس انت؟ كم اثنين انتم من المجموعة؟ مش مجموعة كوبل انتم. سمعت هذا الدكتور؟ بدنا نروق بنرجع نبلش نحن. لا لا انا ما في هذا عسيرة عسيرة هذه المرة بالأشرفية. شايمعة أو جني؟ مش جني. هاي المرة بالأشرفية عم تقول لها هذا ابني يي جو سي با كاس كيدا جو سي با شرشورة عرض ما بقى فيه يشوف لون الأورانج. إذا بشوف لون الأورانج بيعشمر شعر بدنه. صور الكلومونتين لأن لونه أورانج ما بقى بيقدر يشوفه. كله هذيك اليوم جارتنا لبس فستان أورانج خزع لك يابا ما الطفلة ياهن شو بدنا نعمل؟ الطفلة ياهن نطفله ياهن. قالت له تقبريني عنده شي مشكل مع اللون البني. قالت له لا حبيبتي. قالت له كان قال له ياكل كاكا. طيب حلقتنا والعاني لليلة. خليني بلش رحب بضيوفنا اكيد عرفتون. ضاحك الليل الي ايوب حبيبي. انت عنوان للنكت بلبنان وانت صرت صديق للبرنامج اكثر منك ضيف للبرنامج. حبيبي انت صديق انا صديق وصديق عزيز وصديق كبير للبرنامج. شفناك بحلقه سابقه ابدعت فيها، اسهمت بصعود البرنامج، وشفناك كمان بحلقه راس السنه كمان ابدعت. ميرسي هشام حبيبي. اليوم مثل النمر مثل اذا ما فاق هو فيق لي. بعد بعد هذا على زاخيا ولا مثل النمر؟ زاخيا هذا غير تبعيته ومثل النمر. زاخيا اللي عمره 90 سنه جوز وحده خي فيش شهرين زمان حبلي 9 أشهر خلفت. راحت اشوفها الصبي زاخيا بالمستشفى. قالت له يا عم هذا الصبي ابنك عمرك 90 سنه اسم الله لايكي المكنه شغاله مثل النار. اوعى المكنه مثل النار شغاله. قالت له تقبرنا. هذا بعد سنتين ثلاثه كمان خلفت حبلت هالمره وخلفت. راح زاخيا طلعت في النص. قلت شو عم قال له ليك مش مهم اقول لك المكنه من تشتغل مثل النار. قلت له ايه تقبرني بس هيدي هالمكنه هيئتها صار بدها غيار زيت لان اجى الصبي اسود. الي اهلا وسهلا فيك مره ثانيه ببيتك. تسلم زقفي بونيتا. نحن بنعرف انك مهضومه وخبرونا انك مهضومه. شو معك اليوم؟ هلا انا يمكن اذا كنت مهضومه بس بوجود مسؤوليه كثير كبيره. تسلمي لي انت. في وحده قالت له لزوجها لك حياه الليله بدي صوتي يوصل للسما. شو فهمت؟ قال لها حياتي كثير هينه بسيطه انت طالق. بلش علينا بالنكت بقوة. شو نشاطاتك هالايام؟ خبرينا عن نشاطاتك. هلا انا اللي بشتغل اساسا مع خيي وديزاينر رجالي نمر سعاده. اكيد منك مثله لما قلت له مثل النمر. والملابس الرجاليه يعني. وبالمقابل برنامج لول في نهفات على المستقبل. هلا احد؟ كل احد. نحن بننبسط فيكي عنا بالبروجرام وبننبسط فيكي بنهفات كمان. بس وقت تكون هلا الحلقه تكون عم تحضري حلقه بدي عم بحضر لول. ايه لكن زي اونست يعني. ميشيل سعد انت صديقنا وانت صرت هلا من اصدقاء البرنامج المهضومين. بنعرف انك بتخبر نكت كثير حلو. شو بتشتغل يا ميشيل؟ انا بالمبدا هلا اللي مركز عليه اكثر هو تي شيرت. شو لابس؟ شو كاتب مكتوب على الوش؟ محسس محسس. مين بيقول هاي؟ هشام. شو بيقول؟ بيقول محسس محسس على محسس محسس. منعونا هلا نقول كثير قال.
خمس مرات بيأدي مع صفايرة بدل صفايرة قد ما فينا صفايرة فينا يعني فينا بس نعمل هيك مرة واحد صوفر مصوفر بس ما فيك صوفر مصوفر صوفر مصوفر 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 صفير 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 على الاخر كثير حاجة عجبتني التيشيرت عن جد لو في منها عقيات لبستها بتطلع علي بادي هاي مشان حضرنا كثير نكات بالمبدا ان شاء الله ما بشوف مناليستا شو مبدا شو هيدي لا هو الاغراض موصتني ما بدي اغيرهم ليك جايب لك كادو معك ايه جايب لك كادو مسكني جايب لك كادو اعطيني يقدم لك كادو ليش هو الكادو ليك ما بعرف اذا بدي نخليها ولا ما نخليها طلع افتحها ولا افتحها بركي انفجرت طب شو هي هاي شمسية حطيتها اول شيء يعني اذا شط الدنيا ما حيروحوا شعراتك انا فكرتها حبر البرنتر حبر البرنتر يعني مش معقول شو خيالك واسع اه لا ما فتحنا فرع ثاني عم نفكر يلا مبروك ايه؟ مبروك صار هذا الاصلي هذا الاصلي هون قوي كثير بشكر ميشيل كثير قوي الكادو صراحه لول ليس لدينا فرع اخر هل لدينا فرع اخر مؤثر كمان ليس بعد ليس بعد هذا الاصلي طيب بنسكرها ولا بنخليها ثقيله شوي لا خليها خليها حلوه هيك خليها كل هيك خليها كل الحلقه ايه بس كثير استفزاز لا طيب لكن بدي خبرك خبريه هشام بلا بلا قطع حديثك عن محشش 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 ان شاء الله تشرب لي علي هنيكم ايه بقى هيدي هالمره ابو العبد كاتب على التيشيرت تبعيته يه 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 شافها ابو سطيف قال له شو هذا يه 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 قال له تقبرنا هذا يعني يتبع يلحق يفتح هلا بعد 20 30 سنة شافوا كاتب كمان يه 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 قالوا شو ليه بعدك مثل ما انت من 30 سنة قالوا لا قال عم بقول يه 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 يعني يا دوب يقدر يبول ليك عندي كتير نكت اليوم عن محششين قوية بس عفكر خليهم لحلقة الجاي لأنه اليوم بوجودكم كي ما يطلع لي كتير دور نكت مصوفرين مصوفرين انت الكينج انت الملك يا هشام ذا بندير يا هشام هنيكا نعم انا غير عم بمزح ليك هشام شو جامع رغيف رغيفة نو ربطة خبز عدتك حقها نو ايديا ده من ايديك ليه شغلي ما في ما بعمل anyway يلا دوري لك في واحد راح على الصيدليه فات مرحبا هلا كيفي تفا بدي اخذ بليز 3 اغراض من عندك اتفضل هلا بليز بدي فرشاية سنان اوكي تكرم عينك تناول ورا فرشاية هالقد هلا شو بدي فيها بدي فرشاية فرش سناني فيها اتونسيو رو هيدي فرشاية كبيرة بتنظف كثير منيح وكيف ما كانت تخدم لها 5-6 سنين عندك ما بتضطر تشتري غيرها وانا بنصحك فيها قال له اوكي باخذها بدي معجون سنين كمان ورا معجون كمان على قدي اصبع قال له شو هيدا شو بدي فيها انا بدي فرش اسناني يا تونسيو فرشية 4-5 سنين بتضاين بدها معجون بضاين 4-5 سنين حدا يعني ما وانا بنصحك فيها كثير منيحه قال له خلص اوكي اذا بتنصحيني فيها ما في مشكله شو بدك مني قلت له بعد في الغرض الثالث قال له لا خلاص غير مرة قلت له شو قال لي شو بدك قال له لا كنت بدي اخذ تحميل بس غير مرة حبيبي يا جود 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 انا بعد انا كنت مبسوط اول شيء بالفرشاية وبالدواء انت بروح انا صواريخ بطل حميل بعد في صواريخ تحميل يلا ارزي او الي ارزي بدي روق لكم اياها شوي لان بعد ما صار الساعه 10 وبعدهم البيبي واعيين عم يحضرونا يا بيبي اجا الوزير الصيني على لبنان يعملنا زياره اجا الوزير الصيني على لبنان يعملنا زياره هو جاي على الطريق عامل اكسيدان سيارات بالسياره يعني
زعل كثير الوزير الداخليه اللبناني وركض على الاوبيتال تشقلافت على الصوان دخيلكم جايب زياره رسميه الوزير تبول عليه وهيك قرب عليه هيك فوق راسه بالصوان قال له تشينغ تشانغ تشونغ ومات زلمه قهر كثير عليه هيدا انه كيف اجى لعنا لهون وانه بهالحشره ومات حرام رح الدفن وبتنعزل شالحه عم يبكي بالدفن وقعدوا مقهور كتير انه شو بده يعمل لقى لاحظ انه الواعظ هو عم بيوعظ عم بيقول جملة باللبناني يرجع يترجمها على الصيني يقول الجملة باللبناني قال لك منيح بيعرف صيني بدي شوف شو اخر كلمة لفظها الانسان بحياته راح لعنده بعد ما خلص مراسم الدفن وقال له وحياتك يا ابونا بدي اسألك هالمعالي الوزير قبل ما يموت لفظ بتشينك تشانك تشونك فيك تفسر لي شو معناتها؟ قال له ايه يعني قيم اجرك على نربيش الاكسجين. هيدي المرضى مرضى عليا شو بسموه امبوسيبل. وهيدا انكرويال مرضى شو عليا؟ مرضى لا دسان دسان فينا نقولها ايه دسان فيك دسان دسان زانيمي دسان ايه عليا صدر يي شو بدي خبرك صدر الشمال الله راحت لعند الدكتور عمل لها بلاستيك سيرجري قالت للدكتور كل ما اشلح السوتيان بيوقف صدري I don't know what's happening je ne sais pas qu'est-ce que j'ai كل ما اشلح السوتيان عرزي بيوقف صدري هيك شو هي هالسوتيان؟ شو هي؟ طلع فيها هيك الحكيمة قال لها فرجينا شو شلحت السكيان وقف صدرها هيك طلع فيها الحكيمة قال لها يخرب ذوقك شو هالمرض هيدا هيدو هيدا مرضك بيعدي وقفوا شعرات راسه يا عزة ما تفهميني غلط حقيقة لا اللي بدك اياه اللي بيطلع براسك قوليه اللي بيطلع براسك قوليه في لاعب كرة يعني بيلعب فوتبول لاعب كرة لا ما هي بال سأل زوجته إذا خانته قبل كده قالت له ثلاث مرات قال إمتى؟ قالت له فاكر لما المدرب ما كانش يلعبك وبقى يلعبك؟ ثاني مرة فاكر لما زمايلك ما كانوش بيدولك الكرة وبقى يدهولك؟ بلش هو هيك قالت له ثالث مرة فاكر لما الجماهير ما كانتش بتشجعك وبقت تشجعك يا حبيبي انت بتقلدي بتقلدي قلدينا فاتن حمامة او مادونا مين بتحبي حدا بتحب حمامة كله بتحب الحمام المحشي انت كله انا بحب حمامة بيضة الحمامة البيضة كله مسموح في بيضة صودا حمرة بس حمام محشي مش مسموح انا ما حشيت حدا ما حشيت انا ولا عملت شيء يا بيتي عم بقول حمامة بيضة غطت سمعتيها هذا الشو اسمه يا استاذ الي لو سمحت الوقت سألني لو كنت بقلد وعايزة اتكلم ممكن اتكلم اتكلمي يا بابا لا مش معقول كده فاتن حمامة بيقول انا امي والله انا مسرورة ايه شو؟ لو سمحتم انا مسرورة جدا انكم استقبلتوني بعد الفترة الطويلة دي متشكرة زعفة لفاتن حمامة لكن الشرعي بشار ما سألت هيدا مين هيدا فاتن حمامة حمامة هاي؟ ايه حياتك فاتت عليك هديك التاني شو كان اسمها؟ اي واحدة حمامة الحار لا سعاد حسني سعاد حسني هلا دلوقتي سعاد حسني الله يرحمها لا يا حبيبي ما بنتكلمش عن المرحومين اوكي لكن قلدينا الفنانة مادونا صحيح؟ ايه اكيد بحب قلد كثير انا موجودة اليوم والليلة معكم ايه بحب النكت وحياة حلوة برافو هيدي ميشيل رح خبركم نكتة على مادونا عصيرة حمامة المرة الثانية دورك ولا دورك؟ لا معي عصيرة حمامة بدي خبرك نكتة يلا قول بسرعة عصيرة مادونا قال واحد بديه واحد بديه عم بيقول لصاحبه يي هذا ملحين بركات ما في يشوفه ما بقى في يشوفه قالوا ليش؟ قالوا لأن بغني حمامة بيضة غطت فوق راسي أنا بدي إياها تغط فوق راسي بعد ما
سيرة مادونا شلتي؟ لا كنت بدي جرب خبر هالنكتة على سيرة مادونا ما بعرف بتزبط من جربها. قولي. في واحد قالوا له شفنا بنتك مع هشام الكهرب جي قالوا ليش هشام بيفهم بالكهرباء. طيب بشال قالت لنا سامانتا فوكس قول ثوري في ولد هيك زغطور بيستحي كثير واول طلعته عرفت وبعده كثير خجول ما بيعرف شو بده يحكي هلا قالوا انه فتح بيت وراكم بيت للدعاره هيدا بالبنايه وراكم هذا هونيك نهار جمع حاله كل قوته وراح انه خلص بده يروح يعني ما طلع على البناية اجر لقدام 10 لورا وصار مستحي مش عارف شو بده يقول وعم يجرب وصل دق على الباب دق الله فتحت له وحده كذا طلع فيها هيك قال له بس امي عندكم شيء اثنين فديت فوفو نونو الو فوفو بشرفك فيك تكسر هاي البسكوي بايدك بتحديك انا تكسر هاي البسكوي بايدك بتحديك قال له اكيد بسكر بسكوي معقول ما قادر يكسر بسكوي اخذها منه هيك بلش نونو يي ما اسالك شو سئيل ليه ما بتقلي انها محشيه يا الربع يا الربع ده عشرك فديت قال مره واحد فدي راح على البيع الموز قال له مسيو حيتك عندك موز راح بقى عندي موز قال له جيب قديش الموز قال له هذا موز ابو نقطه الموز ب 2000 قال له يي الموز ب 2000 بعده عالي الادفاقش ارخص لي هذا حسون راح لعند ام حسان قال يمي يا طوبرين يمي ليشك مش عم تاكلي يمي يا حبيبتي يمي يا طوبرين يمي ليشك مش عم تاكلي يمي بجيب لك همبرجر قالت له ليش بكفناش همك وهم اباك في مسافر نزل باوتيل على ريسبشن قال له للشاب على ريسبشن قال له بليز بدي سويت قال له بدك السويت مع قطه ولا بلا قطه قال له كيف تحكيني هيك كيف مع قطه حدا بانه قطه بليز اعطيني سويت احترم حالك قال له اوكي خلص اوكي سويت سويت مسيو تفضل ثاني يوم هيدا بينزل على اللوبي وما بعرف شو بلاقي صبيه كثير حلوه قاطعه قال له بونجور مين انت قالت له انا قطه وانت قال له انا الحمار ميشيل كورال كلنا نعرفه كورال يعني ما اكيد زوز ابا وكورال ولو ايوه كورال صديق زوز ابا ابوس كورال ايه ابوس ابوس كورال ابوس يا قشطه ايه ابوس الطيب انا وينه كان هون قبل شوي هون كان هون مرة وينه الكورال خلص فل الكورال كورال راح عند حكيم سنان تعرف كورال شخصيته ايه هلا اول ما اجى دوره قعد على الكرسي هيك قرب حكيم سنان لحده كمش ودغري من اجراه قال له احنا متفقين ما نوجع بعضنا اليوم هذا ذكرني ذكرني بهذا اللي ماشي فرشخه هيك ماشي فرشخه هيك شافه صعب قال له شو بك ليش ماشي مفرشخ قال له رحت لعند الدكتور فحص لي دمي طلع معي من هذا الكوليسترول قال له شو طب هذا بها واذا طلع معك كوليسترول ليش ماشي فرشخه قال له ما طلع معي كوليسترول وقال لي الدكتور لازم ابتعد عن البيض عصيرة عصيرة البيض عصيرة ماشي فرشخة عصيرة البيض ولا عصيرة ما تشوف لا واحد ماشي مفرشخ هشام ما في بيض لا فيها غازات 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 ما فينا نعيد زيت حديد ما فينا نعيد زيت كلمة كذا مرة ما فيك تقولي غازات تقولي غازات مرة واحدة محشش محشش مرة واحدة اوكي غازات 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 يلا واحد ماشي مفرشخ هيك قدام المستشفى ختيار في اثنين حكمة عم يعملوا ستاج طلعوا فيه لقيوا جاي من بعيد مفرشخ قال له فيك تشخص له مرضه لهالختيار قال له هيدا معه بوسيه قال له لا انا بقول طلع له دم لبين اجريه
قال له لا ابو وسير، قال له بتشارك؟ قال له ايه، من $100 ل$100، قال له ايه، كل واحد حط $100 هو $200. قال له ابو، قال له عم وحياتك، نحن تلاميذ طب ومتشارطين، في دملة بين اجريك ولا ابو وسير متشارطين؟ قال له تانكن خسرته لانه افتكرته فز طلع. عصيرة المفرشخ مش عصيرة شي، عصيرة في ثلاثة رجال، عصيرة المفرشخ. هالمرة واحد سكران مطفي، بضل مطفي يا حرام، اخذوه اصحابه عند الحكيم، قالوا يا حكيم دخيلك هذا صاحبنا، بضل سكران مطفي، دخيلك فحصتنا اياه، وهذا بيدخن كل يوم 3-4 حلب دخان. لقطوا الحكيم هيك، قالوا ماشي يا ابن، وين الحكيم؟ عبالي لوين بتخذ الحكيم؟ قالوا ماشي بدي اعمل لك صورة صدر. قالوا اعمل لي شو ما بدك، شو ما بدك اعمل لي. وقفوا الحكيم هيك وطرقوا صورة صدر، عم تطلع بالصورة هيك، قال له يا ابني انت كيف عايش؟ كيف عايش؟ عندك انتفاخ، انتفاخ بالرواية وبخش بالقلب، عندك انتفاخ بالرواية وبخش بالقلب، كيف عايش انت؟ قال له يا حكيم هاتك صورت لي عفاية. يلا بونيتا بونيتا، اثنين ورا بعض، بنيتا اثنين ورا بعض، ومشاي اثنين ورا بعض. يلا اوكي اوكي، يلا برشر برشر. في ثلاث اشخاص، ثلاث رجال راحوا على مطعم، في واحد كريم، واحد عادي، وواحد بخيل، بس قبل ما يبلشوا الاكل طبعا في الانتري طلب السوب، كل واحد طلب سوب. هلا كل واحد هو عم بيشرب الشوربه، بتقلب دبانه بكل صحن واحد، بيقوم الكريم بيقول له ماتر صحن ثاني، صار انا معه كريم، بيقوم شخص العادي بشيل الدبانه بيطفي اكل، بيقوم شخص البخيل بشيل الدبانه بيطلع فيها بيقول لها بزقيهم. يلا تاني تاني اوكي. Qué bonitas ojos tienes. Ale. عصيرة قال لي نكتة تانية مسيو إيلي. ايه يلا اوكي. هلا ما بعرف إذا خبروها. يلا قولي. في وحدة شلحت بنطلونها وكبته قدام زوجها. شلحت بنطلونها بسمعها على الآخر هي. ما خبروها. ما بعرف. Qué bonita. كم نتقبري نوعة وقفية. سينيوري. بيت لك شلحت بنطلونها كاملة. خبروها. آخر همي. شلحت بنطلونها كفة. أوكي. نحن منقرر. أوكي لغير فيها. شلحت بنطلونها كاملة. لكن أنا لغير فيها. شلحت بنطلونها. وكبته قدام جوزها. قالت له حسسني إني مرة. شلح بنطلونه هو وكبه بوجهه. قال له قومي اغسليه وكويه لشوف. ستاف بتحمس. التكسيد بوكو. ايه بتحمس كتير. تكسيد از جود. بتحمس كتير. هي جيتس فيري هورني. ايه بقى قام عم بيقول له، قال له امبارح امبارح لقطت بوحده. على شو عم تحكي؟ قال له مثل ما عم بقول لك، عملتها هيك واخذتها لعندي على الـ على الـ على الشلاء. قال له يي يي شو صار؟ قال له رح خبرك لجايك بالحديث، ايش بقى عم تعمل حالك ها؟ قال له فوتها لجوا وشلحتها الفستان. قالوا يي خبرني بعد شو صار؟ والله والله. قالوا لي طول بالك، ايش ايش بقى بتعمل هيك؟ قال له بعدين شلحت هالسونتيان. السونتيان يعني عرفت كيف؟ السونتيان ايه الشقايلات شلحت. قالوا والله بعدين شو صار؟ شو صار؟ قالوا نيمتها على التخت عم شلحها هذا الاندروير وندق الباب. قالوا الله يخليك ما تفتح له. يا ما تفتح له. لو عاد تفتح له قوي يا إلي قوي قوي. مش هاد اثنين ورا بعض، عزل في واحد من اصحابنا مصوفر مصوفر، عرفت؟ ايوه ايوه هشام محشش محسس خالص مطفي، وبده يروح يطفي شي محل. راح راح هيك راح قاعد بباب هيك، وصل قاعد على البار مش شايف حدا، عيط على البارتندر قال له تعال. كم واحد فيهم بالمحل؟ طلع هداك قال له شي 100 زلمه تقريبا. قال له ليك واحد ويسكي الي، وضيف حالك واحد ويسكي، وضيف لي يوم واحد واحد. قال له بارتندر اوكي، وزع للعالم كلها تقربوا. بعد شوي خلص الكاس، تعال انا بدي واحد ويسكي
وضيف حالك كمان واحد ويسكي يا اخي حسابي، كل العالم حسابي كاس كاس كاس. قال لك شو هالزبون هيدا القبضاء يعني شيء كثير حلو هذا. قضى الليل طلع الضوء عليه خلص انطفى. خلص هيك قال لهم طيب يلا. يعطيكم العافية. شو يعطيكم العافية؟ في الحساب. حساب انا مش حامل مصاري. شو مش حامل مصاري؟ صار ساعة بضيف كل العالم. عم انا بعمل الايفكتس انت كفي النكته. عرفت؟ قال له شو مش حامل مصاري انا شو؟ قال له مش حامل مصاري يا خيي تعال في الحساب. بدك ساعة بضيف كل الليل ضيف كل العالم. قال له ما معي مصاري. معك ما معك مصاري؟ حطوا البرتندر ونزل فيه اللبد كسر وفقشوا وحملوا كبوا برات المحل. ثاني يوم كمان واصل اول ليل هيك تقريبا كم واحد فيه بالمحل؟ خيي بعد اول ليله في شي 50 زلمه. قال له كاس الي واعطي لي اياهم كل واحد كاس كاس وانت ما تشرب سكرتك عاطله. انا واحد لا يا حشاش محشاش. انا ما قلت انا ما قلت قاعد على شط البحر. شيش شي كيف تيشيرتك؟ عسيرة شط البحر. عسيرة تيشيرتك هذه مجي سريعة. مشان محشاش كنت احلى كثير. محشاش 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 حشيش حشيش شوي كل الليل سير ده 5-6 ساعات على شط البحر عتمت الدنيا شوي. هو فين ليك بيطلع بيلاقي واحد اسود هيك عتعيت مان عم بيعمل بوش ابس بوش ابس بوش ابس بوش ابس بالمايو. بروح لعنده بينجز هيك على كتفه. قال له ريس ما بعرف اذا انت محشش او جي صاحبتك فلت من تحتك من زمان شو بعدك عم تعمل؟ محشش 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 عم بسوق سيارته ضرب 2 نسوان وحدة منهم قتلت وحدة قامت صارت قلن عم بقلبك لا ما شايفنا لا ما شايفنا عم بقلبك قتلت لي صاحبتي. قال له ليه صاحبتك صاحبتك ماتت وما حكيت انت عشو عم بسوق وفتح دم انت عشو عم تسوي ابو عبد ماشي على الطريق ايه طلع هيك لقى وحده رومانيه مرقه شيء كثير حلو عيط لها يو يو لك تعي لهون لك تعي عايزك كلمتين تعي قربت قال لها يو ويو بارك الليله قالت له مي اند يو نيفر قال لها نيفر نيفر ادمي اني رح اكون مطر. شو مزكى مؤنث ذبابة؟ زماما زماما طيب شو مؤنث شو تصغير سلمى؟ سليمة سليمة برافو عليك شو عملت لها؟ ضميتها وفتحتها وحطيت لها لأول وهلة لأول وهلة لأول وهلة بين الدرس قواعد طلعت شي كثير ورا يعني درس بالقواعد خيي شاف ايه مونيتا في واحد صوفر بتقولوا له انتم غيروا اوكي راح على بيت عزم قعد هلا قام سأله لحده قال له عالزيت قال له لا عالديزل. طيب حزونة الليلة حزونة حلقة الليلة شو مؤنث شو مؤنث ذبابة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث ذبابة بريك ومنرجع. لول برعاية او ام اي الليلة. كمان رح نكفي بالنكت الفري ستايل بس خليني اول شيء ارجع اذكر بحزوره حلقه الليله. شو مؤنث ذبابه؟ ما حدا يجاوب.
بتتصلوا على 1369-369-1369 بتقولوا الجواب ونحن رح بالقرعة رح ننقي الربحان ورح يربح هدية قيمة من مكرزل زقفة لمكرزل. أكيد مجوهرات مكرزل. خليني أرجع رحب بضيوفي لليلة مع حفظ الألعاب إلي أيوب. كمان مع حفظ الألعاب بونيتا سعادة. والصديق ميشيل سعد. كمان مرة ثانية بجمهورنا لليلة الجامعات اللبنانية واليوزاك بزحلة. البي اي يو الجامعة العربية بالدبية. واحد زحلاوي فلت عليكم. واحد زحلاوي شاف وحدة عم تمسح البالكون لابسة ميني جيب. عم تمسح البالكون عم تعمل هيك فردون ارزي. مسح البالكون طلع هيك بتضحك هيك طلع عليها لبس كيلو اسود الله تقبريني عم ينحد. قد ما هي لقيمه قد ما هي لقيمه قالت له حدي على امك الله طيب نحن شلحنا شلحها. كمان بعد عندي مجموعه طلابيه من الاف ام الاي اس جي والهيئة الطلابية بالجامعة اللبنانية بكلية الآداب الفنار. بونيتا لإلك. لإلك. اوكي في واحد مسافر. ايه انا مسافر انت كمان مسافر. بعدين لحظة شوي سوري هيدا شو؟ ما بعرف شو. هيدا بيروق ولكن الحلقة بيطلوا يا لحظة. صفايرة. يلا عمل لي الساوند افكت بليز. عمل لي الساوند افكت. في واحد مسافر دخل على مطعم. بعد مور سوري. لا هلا عم صفر لالي. في واحد مسوف خلص 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 قولي لا خلص اوكي دخل هلا قولي خلص اخر مرة حس حالي كنار بليز هلا بصير بايخة هلا بتبيخولي اياها بليز بطلع سخيفة لا تقبريني ما تخافي اوكي في واحد يلا بونيتا انا اهل زحلة وعدوني انهم حيزقفولي يا برني هل في زوم يا برني هل في زوم ياي وياي ومن في عنده سبراي وياي وياي ليك اذا بتعملي لحظه بي عم يحضر الحلقه اذا بتعملي اذا بتضحكي لهم هيك اهل المريخ رح يزقفوا لك مش بس زحله اوكي اوكي في واحد مسافر يلا انرجي بنرجع في واحد مسافر دخل على مطعم ليطلب اكل قال له لصاحب المطعم شو عندك اكل قال له والله قفلنا قال له لك انا مشي الاثنين قفلنا واحد بيبسي ميشيل ايوه لك عشان في واحد اسمه طرابلس جاي يقدم على وظيفه ببيروت طلع قعد اجى دوره سوري عم بعمل له ابلكيشن سكرتير شو الاسم؟ انا ابراهيم ان شاء الله ابراهيم ابراهيم قلت له ابراهيم العمر قديش؟ قال له 33 سنه قلت له الجنس قال له شي سبع مرات بنهار قلت له ابراهيم الجنس يا حبيبي قال له عم اقول لك سبع مرات بنهار قلت له يا خيي جنس ذكر ولا انت ولا ما بيأثر جيبيهم خليه يقول وحده ثانيه خليه يقول وحده ثانيه يلا خليه يقول وحده ثانيه هيك عشان في مره ناصحه شي 200 وطلوع تقريبا من كيلو اذا مش مره هي بالي حامله نسوان ناصحه قاعده هي وجوزها هيك ملقحين بالفرش عم يحضروا تلفزيون بيسمعوا حرتها بالصالون بتقول له قوم في شي حدا عم يحرتك بالصالون جوزها هيك يعني بيطلع شي 20 كيلو كله سوا بعضه فتح باب الصالون فات لقى حرامي حامل الصديق وعم يظهر بالشباك بوب الصديق كما شو خانق هو اياه تباطحوا شي ربع ساعه كبوا على الكنبايه قشط المره قعدت عليه مثل ما هي 200 كيلو مره صارت معنا انا وراشد راشد جوزي روج روج اطلب الدرك روج على السريع اطلب الدرك الدرك قديش رقمه وين تليفون رقم الدرك قلت له طب خلص شوف جارنا في الفوق ضابط عيط له بينزل دغري حدا يجي حدا سياره بالحرامي
طب بقول لك شو عيط جيرانها تحت بجاش عيط لشي اثنين من الشباب قال لهم حرامي اللي قلت 112 خلصوني انت ويا بعض. هلا في واحد مبسط على الطريق وعم بنادي يلا على البندورة يلا على الخيار يلا على الكوسة تعودعو. قطع واحد قال له يا عمي انت سوري بس مبسط حلويات وبرازق وهذا ليه عم بتنادي على الكوسة والبندورة؟ قال له عم بغش الدبانات ما يحوموا على الحلويات. قول لي بونيتا. لك هشام في واحد اجدب اجى قعد له 10 15 يوم ببيروت انبسط شايف الدنيا كيف هي ما شايفها قبل وبده يسافر هلا اشترى فيلم ساكس يعني بده ياخذه معه فيديو هلا على الحدود شو بده يعمل مشان يقطع وسجل عليه فوتبول. غير شوي عن السويل الأشرفية فوتيلي وروزماري. خليني أخبر وحدة عن الغابة تكمل السيري وبنبلش فوتيلي. لا عندي وحدة عن الغابة خليكم. يلا يلا إلي قلبه كبير. واحد لبناني واحد فرنساوي واحد غابي. كل يوم بروحوا على شغلون. اللبناني بيفتح الزوادة في عروس لبنان. الفرنساوي بيفتحها في عروس جبنة. الغابي عروس مكدوس. كل يوم كل يوم كل يوم هيدا اللبناني هونيك نهار فتح قال له للفرنساوي وللغبي اذا بعد مره بكره رح افتح زواتي ولاقيها عملت لي عروس لبنه بدي اقوص حالي. قال له الفرنساوي وانا اذا مرتي عملت لي عروس جبنه رح اقوص حالي. قال له الغبي وانا اذا عملت لي عروس مكدوس رح اقوص حالي. ثاني يوم اجوا فتحوا زواتي هي زيتها ايمو هالفروده قوص حاله اللبناني فتح الفرنساوي لقى جبنه قوص حاله فتح الغبي لقى مكدوس قوص حاله عم يضمون نسوينهم بين هون. طب يا حبيبي تقبرني ان شاء الله لو عرفتك ما بتحب اللبنه ما كنتش كنت عملت لك غير شيء ما بتحكي. مرت الفرنساوي كمان بوكوا في ما